تعلمون عائشة أحب النساء إلى رسول الله، فكان يدخل عليها بأبي هو وأمي، وكان الود والأنس واللطف بينهم، حتى أنه يعني كان يدخل يتسوق أولا ويتقرب من عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقالت كان يدخل فيقول كيف فيكم، كيف هذه؟ فهذا كان يؤرقها جدا أينما كانت عائشة، فكان يدخل فلا يزيد أن يقول كيف فيكم. ثم قالت بعدما علمت من أم مسطح، لما علمت قالت وإني كنت أظن أن الله يريه رؤيا فيعلم أنني على الحق. فنزل ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم برفيع الخلق ونبل الأفعال، فدخل فقال لها يا عائشة بعدما استفتح بالحمد لله والثناء عليه، ثم قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري فسيغفر الله لك، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. فقالت لأمها أجيبي عني رسول الله. قالت وما أقول يا بنيتي، امرأة لها الحظ عند زوجها، أكيد الضرائر الحسد والضرائر فيها ما فيها. ثم قالت لأبي بكر أجيب عني رسول الله، قال وما أقول. ثم قالت لا أرى مثلا لي ولكم إلا مثل أبي يوسف، تقول ذهلت فنسيت اسم يعقوب عليه السلام من شدة الكرب الذي كانت واقعة فيه. قالت فأقول ليس لي مثل، مثلي ومثلكم كمثل أبي يعقوب. قال وتولى عنه عندما قال والله المستعان على ما تصفون. قالت فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما هي إلا أن أنزل الله الآيات على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هي أحسنت الظن بالله، لكن كانت تتصور أن الله سيريه رؤيا فيعلم أنها بريئة. هذا حسن ظنها بالله. كيف كان الله عند حسن ظنها؟ كيف كان الله مع حسن ظن عائشة به؟ كان فوق ظنها، فإن الله جل في علاه كان فوق ظن عائشة، لأنه أنزل على لبراءتها قرآنا من السماء يتلى إلى يوم الناس هذا، بل إلى يوم الدين، إلى أن يرفع القرآن يتلى هذا القرآن في براءة عائشة الصديقة بنت الصديق المباركة بنت المبارك. فقام النبي فقال لها أبشري يا عائشة إن الله أنزل براءتك، وقرأ الآيات أولئك مبرؤون مما يقولون. فقرأ الآيات فتبسمت، فقالت لها أم رومان قومي فقبلي رسول الله أو رأس رسول الله. قالت لا والله لا أشكر إلا الله. أتم حسن الظن عندها في الله، فكان الله فوق ظنها، وقد وضع كرامتها بقرآن يتلى إلى يوم الدين. ومن أحسن الظن بالله فإن الله عند حسن ظني، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء.